هاي المينا صار لنا قليله، صار لنا بالترشيح، بس احنا بالالبان صار لنا هواي، بس بالالبان صار لنا 60 سنه هيك حدود، بس هواي شغلتنا الترشيح ما ترشيح صار لنا بالاربع سنوات خمس سنوات اشتغلنا بيها. ايه هواي تعرف حاجات مال العرب كلها كانت هنا موجوده، او ناس تجي قبل ابوي يسولف لي يقول تجي على المطايا والابغال، كان ماكو سيارات. ايه بالستينات انبنى كان بستان هذا السوق. ايه وبعدين حجي رؤوف اشترى، وحجي حجي اسعد هذا مال بيت الحمامشي هذا الكوالي، وصار سوق كبير ما شاء الله. كانت بيوت قبل. اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا اخي العزيز، شلونكم شلون صحة؟ الله يسلمكم. احنا احد باعين التمور في السوق الكبير وهي الكوت محافظة واسط. عندنا هذا السوق يعني بالنسبة لأوضاع شوية تعبانة بيه، عندك الأرضية مالته كلها مجارية تعبانة، يعني بالنسبة للسوق يعني هل تشوف يعني حالته يعني فدنا وتعبانة فدنا، يعني ما أقدر يعني شو أقول لك عنها. خدمات ماك يعني بيه يعني مثل تبليط مجاري. يد عندك هسه احنا مقبلين على شتاء، يعني تعرف السوق يعني اغلى مطر يعني السوق يغرق مالك مكان يعني اللي تمشي بيه. اي والسوق هذا يعني السوق هو يعني يعتبر ثراثي واول اسواق الموجود في محافظة واسط، وهو الكوت، سوق الكوت الكبير. اي معانات نبيل اللي هاي، واحنا من الناس يعني نطلب من المحافظة ان تنتبه لهالسوق هذا. اي والله والحمد لله وشكرا. يعني وبالنسبة تعرف يعني هالأوضاع هاي التعبانة يعني مال كورونا ما كورونا، السوق هم التعب يعني، وتعرف الأجارات هم قالية، السوق بي ماي الصاعد يعني، وناس يعني ما عدها كلها ناس كسبة يعني. شرد أقول لك يعني على محافظة واسط لا تقول يعني بيها فت شركات لا فت شي بيها. أي والله الله يسلمكم ورحم الله والديكم.
والله بالنسبه لي متوارثه من ابائنا على هاي المهنه، على والي تقريبا صار لي بالسوق بالثلاثين سنه يعني على هاي المهنه على المتداول، وان شاء الله من ربيها الاجيال اجيال. والله هو هذا سوق يعني مثل ما تقول مركز الولايه مال الكوت، بس العامل الاقتصادي شويه يعني تعبان هسه حاليا بهاي الامور، ف يعني اكو فرق بين قبل، كان اكو حركه قويه وناس تبضع، بس لا والله قليله، والاسعار هم صعدت، ف يعني اكو تراجع بالسوق. والله بصراحه السوق انا حسب ما اشوفه مهمل، ماكو يعني نفس هذا كانما 30 سنه نفس الشيء، ماكو شيء جديد، نفس كم استوى يعني الاقبال ماشي، بس اكثر شيء المواسم اعياد رمضانات يعني حلويات ما حلويات، كباقي الايام يعني متداول يعني مساله طبيعيه، فاكثر شيء الزخم مالتنا احنا الاعياد رمضان حلويات هذا الاقبال مالتنا. حجز على ما يطينا لي هذا حجز جاب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا احد البسطات اللي بالسوق حوالي مده 30 عام بهالعمل، فبديت اول عملي هو كان بالدقائر وبوقت بالتسعين، وبعدين تحولنا للغذائيه، ولهسه تحولنا للجلافات والبخور. بالنسبه للسوق، السوق العمل كان كل زين وماشي، و يعني الناس عندها قدره شرائيه كانت، بس هسه لا، عندنا ركود اقتصادي ودا ياثر على الناس، لانه شنو صعود الدولار اثر عليهم. فانا من الناس اللي كنت ابيع يعني حتى اتعب من البيع، هسه ما اقدر يعني ماكو بيع. يعني انت شوف هسه السوق يعني حركته كلش بطيئه، وبينما احنا عندنا رواتب، وهذا لازم الناس تكون قدره شرائيه عاليه، ما دا تقدر، لان ماكو، لانه دا يا دوب يجيب العيشه مالته،
شلون يقدر بعد يشتري هاي؟ هاي نعتبرها كماليات يعني. زين وشوف هاي العالم يعني، انا كان يجي واحد يشتري ب 20 و 30 هسه يجي بربع ب 500، كلها سبب الدولار، قدره الشرائيه ما كل العالم. العالم شو تسوي؟ حير يعني بعيشتها، حير الكهرباء بالماء بكل الخدمات، كله مطلوب وكله يراد فلوس. الحل الوحيد للعراق هو القطاع الخاص والاستثمار الحقيقي، مو الاستثمار اللي مثل ما يقولون كلك يلا ينجح له. وعندنا دول قدامنا نجحت، هاي اندونيسيا وغيرها وغيرها، كل العالم كله. هاي اليابان هاب مرة بحروب وشون، بس احنا الوحيدين نرجع لورا بواسطة الأحزاب، بواسطة الفاسدين. يعني ناس العراقيين طيبين وناس فقراء يرجون بس يعيشون، فلازم أصحاب القرار يباعون. إلى متى هذا واقع الخدمي؟ يعني ما هو مسألة بس النفايات يشيلوها بالليل. مياه الأمطار احنا السنة العام زينين، السنة بعدنا العام ماكو مطر، أمطار ماكو، بس قبلها كنا لا السوق يغرق. هذا السوق والله تعبان، فردنا بالسوق من صعد الوراق لحد الآن. السوق الوضع فردنا بالوضع، تعبان الوضع، وجود كله غالي، المواد الغذائية كلها غالية. صعد فردنا وصعدت من صعد الوراق صعد، المواد الغذائية كلها غالية، الشورجة كلها غالية. إيه والرواتب احنا معوقين مع حمل حرب، رواتبنا كل اشترى تعبان فردنا وعجزنا 100%. خلي الدولة تناشد علينا، احنا المعوقين مال القادسية تعبانة والعجز مالنا 100%. زين تعبانين فردنا بتعبانين احنا. زين ناشد الوزراء يدربون علينا، احنا المعوقين مال الحرب، راتبنا ترى 500 الى 10 وان ما تطين كشفي الدكتور ما يكفي، كفي لك الله. زين كنا مرضى سكر وضغط، زين ذكرنا علاجي 133 ألف بس علاج وتحالي. زين وإحنا معوقين تعبانين، ها تشوف حالنا. زين خلي تلفتون علينا، إحنا المعوقين مال القادسية تعبانين، فرينا تعبانين، هم رواتبهم بالمليارات وإحنا 500 إلى 10. الله يقبل محمد، شي يجيبن الدكتور ما يجيبن. من وصعد الورق شريط تاخذه ما ضغط 6000 دينار ب 12000. هذا الشريط يمكن هنا موجود، يمكن عندي هذا ب 12000 دينار. ها شوف اظن مال الادويه، هذا ب 12000 دينار كان ب 6000 دينار اخذ هسه ب 12. تحاكي بالصيدليه يقول لك الورق صعد، هذا ب 6000 دينار هسه ب 12. خلي عاد طلعون كشف على الصيدليات شويه ومراقبهم مالتهم، صعدوا فردنا بالنص هذا الشريط ب 12 ب 6. زين الله يقبل محمد، مراقبه ما عندهم الصيدليات بكيفهم هم والدكاتره. حمير قبل كشفيه كان ديناريين ابعها الصداب، سووا 3000 دينار طلعوا بالتلفزيون ماكو، ثاني يوم رجعوها افتر عليهم المراقبه رجعوها ديناريين. ها
هسه بكيفهم كاش فيها 15000، الفقير منين يجيب؟ الفقير منين يجيب 15000؟ وتروح للصيدليات نفس الشيء، تروح لابو التحليل نفس الشيء، 30 40 35 تحاليل مالاتهم، الفقير منين يجيب؟ الفقير يموت بالبيت. زين وين تروح للدكتور يسوي لك عمليه يقول لك احولك على الخاص. الخاص بيش 700 800000 قبل كله ببلاش معها الصدام بلاش ماكو بفلوس ماكو بفلوس مراقبه ما عندهم لا الصيدليات لا الدكاتره. هاي الفقره وين تروح الفقره؟ زين الفقره وين تروح الفقره؟ زين العالم ما عندها هسه النسوان يجن يقول والله نهبني الدكتور نهبني ابو الصيدليه نهبني علاج يقول ب 70 ب 80 ب 90 العالم منين تجيب؟ هاي الصيدليات يطلعون عليهم مراقبه مراقبه تطلع على الصيدليات ليش ما يطلعون مراقبه على الصيدليات؟ اسعارهم يحددوها قبل ليش اكو صيدليات مراقبه عليها؟ هسه يجيب لك اي مره يقول لك خلص بيش علاج مالتك؟ هسه تقول لك ب 70 ب 80 ليش؟ قبل لا قبل يصير قيس من رمز ما يلعبوا بالصيدليه بيها ما تقدر تلاعب الصيدليه زين ما يقدر شريط براسيتور 500 دينار هسه 1000 دينار تقريبا صار 30 سنه هنا بالسوق 30 سنه ما مش ناشد الوزاره تدير مع على الفقره هاي على الصيدليات يطلعون كشف بكيت عليهم على اهل على على التحليل مراقبه على اهل ضلع اهل التحليل على الصيدليات ترى ما صار والله ما صار عقد تحليل ب 70 ب 80 زين خطيها الفقره العالم فقره ما عاد هاي دوه ب 60 ب 70 اقل دوه صعد فرد نوب صعد وتحاكي يقول لك الورق صعد الورق صعد وش الورق صعد قلت له عمي ذاك اليوم ذاك اليوم قلت له الورق الصعد عمي صعد 25000 مو بالنص هذا ب 6 مش تاخذه من عندك قال لي اي قلت له ليش هسه ب 12 صعد 2000 صعد 2000 صعد 3 يقول انا شبيدي انا صانع شبعة حاكيمة وهذا السوق تعبان هذا نبيع هذا بالفونس زين والسوق هذا شو ما حد ما يشتري كيف لك الله العالم ما عدي العالم ما عدي شو تسوي العالم نبت يقول يجي النسوان يقول احنا ما عدنا خاله عندي ايتام قال له اخذي روحي ام نساعده العالم نطيها زين هسه والله جت مره وهي وبنتها قالت هاي عندي يتيمه قلت لها هسه عمي اخذ ما عاد العالم شو تسوي؟ أول مرة إحنا حالتنا تعبانة
ثانيا ما عندنا، ثانيا انا على هاي عشتي. هاي باوحه ابيع سفره وما عندها من صغوط لحد الان. فريد الحكومه تدير بالها علينا شويه، يعني بالحصه بالرواتب وشغله هاي. تشوفوا احنا واقفين هنا بالشمس والعالم كلها تعبانه وما عندها، كل العالم هاي تعبانه. فاريدهم شويه يديرون بالهم علينا. سوق يعني متباوع له سوق تعبان ما بيعمل، من صعد الدولار لحد الان السوق تعبان ماكو، يعني كفيلك الله يعني شغل ماكو، يعني هاي العالم كلها قاعده لا تشوفها مبسطه، كل العالم قاعده ما عندها شغل وعمل. هاي شو العالم كيش مبسطه يعني لا اخذت ولا عطت، لا شغل ولا عمل. هاي من صعد الدولار لحد الان حتى العمل ماكو، يعني الحصه صاعده، الدين صاعد، الطحين صاعد، كل الامور صاعده. وهاي تشوفنا هاي شغلتنا احنا ما قلنا غيرها. هاي شوف يعني هاي سفره بيع لنا سفره وما يعني من الصبح لليل ما حصلنا حتى 3000 دينار 4000 دينار، كفيلك الله. واقفين هاي بالشمس. احنا نريد من الدوله شويه تدير بالها على الشعب هذا، الناس ما عندها تعبانه شويه. هل طلب هاي جايه منها وهيش انتخابات، اقول لك وجايه الانتخابات هسه، يديرون بالهم على العالم واللي يصير بالانتخابات يدير باله على الشعب. هذول ولدهم يعني مو مثلا راح واحد يجينا انقص من واحد. احنا هذا طلب بينا. من زمان عم السوق القديم، وهذا السوق تاريخه قديم من أب وجد. فهذا السوق كان مبتدي هاي من ساحة العامل، وهاي كان الفلكة يسموها ساحة الخبازات. كان الناس قبل تعرف وسطاء فنساء تبيع خبز بهالمنطقة هاي. بعدين امتد إلى سوق الباشا الكبير، لك سوق الباشا الكبير اللي هو أقدم سوق، كانوا بي قدامه الحج حسين فرحان، الله يرحم حجي رحم سلمان، الله يرحم حجي جاسم حمزه، الله يرحم سلمان الخياط، وكثير الله يرحم جواد كاظم، الله يرحم جعفر كاظم، الله يرحم حجي سيد، الله يرحم حجي برهان كاظم برهان الموسوي، الله يرحمهم. فذولا من القدامه كانوا بهذا السوق. بعدين امتد السوق ايضا الى شارع الحمام الجمهوري. شارع الحمام الجمهوري هذا من قدام الحمام كان بي ابو الحمام الله يرحم حجي عوده رحمه الله على روحه، والله يرحم حجي جواد اخوه. ثم امتد بعدين على الجهه اليسرى القصابين. قصابين بعد هم من
ثم على الجهة اليمنى شارع هذا البريد القديم يطلع على المشروع. بصف شارع القصابين سوق الخضارة يمتد إلى فلك السيد حسين ثم منطقة الشرقية، الشرقية القديمة. والشرقية بناها أسست على يد المرحوم الحاج جبر حسين السهيل مع المرحوم السيد محمد الحسيني آل سيد شبر، هم ذولا مؤسسين الشرقية. عرفت من عندنا ولا مؤسسين الشرقية القديمة. أي بعد تجي المن كان هنا هذا السوق الآن احنا كان بي حمام قديم، وخلف الحمام كان اكو منطقة خالية من المحلات تسكن بها السيارات القديمة، السيارات القديمة والخيول، لأن كثير من خارج المدينة يعيشون خارج الولاية يجون على خيل، فيجي للولاية اللي هاي المنطقة اللي وراء هذا السوق اللي الآن احنا بيه، فكان اكو كم نخل، عدد من النخيل، فيربطون هاي الخيل بالنخيل ويجي للسوق يتسوق. اي تجي لهاي سدة الكوت، انشئ سنة 32-33 في زمن الملك الاول ملك فيصل. بعد تجي لهاي المستشفى ايضا اسست في زمن الملك فيصل. المهن كان يبيعون سراجة ما سراجة للخيول وقماشين عطارية تتن ما تتن، عرفت مني لولا، وشغلات عسكرية للجيش، كان سابقا شغلات عسكرية للجيش، بيرية ما بيرية، تعرف علامات هاي الشغلة، عرفت مني لولا. وطن جعل الولد Thank you.
سوق قديم كان بستان وقبل اي، فهذا السوق ما يعتمد على البقال وعلى العطار، بيه اشكال نوعيات شي تريد موجود. فحتى اللي يجي يطب للسوق ماكو، لازم يجي يطب للسوق، حتى لو ما يسوق بس يطب للسوق يبوع شوكو ماكو، وهذا اكبر سوق بالكويت. هذا شي تريد موجود بالسوق هنا من الابره للثلاجه. هذا السوق قديم من قديم الزمان، وسوق حلو وبيه كافة أنواع المواد والبضائع، وسوق مرتب وسوق قديم. وإحنا كل ما نجي للسوق أصلاً من خارج المركز بس نجي إلا أمر بيه، لازم ما أقدر أطلع ما أقدر أتجاوزه. هذا سوق قديم، هذا سوق الكوت قديم، هو اليوم سوق الكوت قديم، سوق الكوت هذا يعني بزمن الرئاسة القدماء، بزمن الملوكية موجود هو إيه. هذا السوق، هل شوف قدامك هذا التمر وهذا الغراض هذه الجماعة إيه. وهذا سوق هل موجود، هل شوف بعينك عندنا هذا السوق القديم، سوق متواضع على قد حال العالم، وأهل المحلات طيبين وزينين، بضاعة بي شوية زينة ونظيفة إيه. السوق الكوت القديم هذا، هالعالم هاي الله يشافيها إن شاء الله ويسترها، يدفع عنها البلاء بحق محمد وآل محمد. بالنسبة لهذا السوق الكوت الكبير من أقدم أسواق بالكوت، أنا بالسوق صار لي حوالي تقريباً 33 سنة، وأنا صغير تقريباً عمري 13 سنة أنا أشتغل هنا بالسوق. اشتغلنا بكافة الأعمال الحرة حسب حاجة السوق، كنا قبل نشتغل سابقاً ألعاب، بعدين غيرنا شغلتنا من ألعاب إلى عطاريات حلويات. واليوم اي متبضع ينزل للسوق لازم يمر بهذا السوق، سوق جميل وكبير وبعدة اشياء يعني شتيد متواجده به، من عطاريات، من اقمشه، من حلويات، من احذيه، كل شيء متواجد، يعتبر هو من ابرز انواع الاسواق هنا موجود، سوق الرئيسي هذا يعتبر حاليا. Thank you.
احنا هاي شغله قديمه عندنا من زمان نشتغل بها من الثمانينات انا وعمي الله يرحمه كنا نشتغل بها وهذه احنا كان شغلات الرئيسيه اجبان والبان محليه زين بس بعد الحصه ورا 2003 شوي هاي شغلات يعني تعرف هاي شغلات اجى المستورد وهذه فمن 2003 بدينا نشتغل مخللات والحمد لله والشكر احنا من ذاك الوقت حتى اللحظه مستمر على الشغله وخير من الله يعني انت. بالنسبه للسوق سوق الكاس انت تشوفها بعينك انت يعني ماكو اهتمام به مثل يعني على وضعيته يعني ماكو فد اهتمام من قبل مجلس بلدي او شغلات او هذه يعني مثل ارصفه تبليط شغلات هذه هاي على نفس الوضعيه القديمه يعني هذا المسقف احنا سويناه على حسابنا الخاص يعني على المحلات ماكو هاي احشي لك اياها ب 96 يعني هذا ذاك الوقت احنا سويناه على حسابنا وانت تشوف هاي الارضيه مالته المفروض مقرنه شغلات هذه مجاري مرتبه ماكو اهتمام مع الاسف والله. بالنسبه للعمل ازمه كورونا اثرت على الكل زين يعني هسه حاليا بالوقت الحاضر من شهر العاشر 2020 ولحتى اللحظه العمل صفر زين هاي انا اقول لك يعني تشتغل والله يعني ايش اقول لك يعني بالوقت الحاضر يعني ايجار محل ما يطلع يوميا تعامل ما تطلع زين ركود تام زين مو بس احنا كل المصالح بصوره عامه يعني سال عيوننا هنا مرحله تنقلب 100 ثلاثة يقول لك يا الله يرفع هاي الغمه عنا ويرحم الناس برحمته الواسعة صارت الدلل حبيبي عيون الدلل أغاتل ومرحبا قلبي مية ثلاثة عيون زي عيون فبالنسبة للعمل العمل صفر هسه بالوقت الحاضر ماكو أي عمل ما يعني ركود لا لا الورق الورق لعب خلقه بالسوق الورق لعب خلقه بالسوق بالعافية على الكل هسه هذا بصير شيء هسه احنا الطرشي ثلاث أربعة مستورد يعني هسه هذا مستورد المقدوس يعني هذا كان بسته هسه بثمانيه وما يصرف والله بيع بثمانيه بفلوسه هذا الخيار كان كيلو تتذكر ب 1070 لك اياه هسه بالوقت الحاضر جملته ب 2 ونص زين يعني هو هسه هذا الخيار العادل بسه كيلو ب 1000 ونص فهي الشغله من الفقير طبعا فقير هو صاحب المحل يعني هسه انا من تجيني اقول لك طرشي كيلو ب 2000 قبل وهسه اقول لك كيلو طرشي بثلاثه تقول ما ياخذ صح ولا لا؟ هو انت اكثر ناس الفقراء تشتري هو احنا هو شلون على الفقير؟ هو بس الفقير يشتري ترى الزنقين ما يشتري بس الفقير احنا شلون على الناس البسطاء ليش ما يشتري؟ هذا الكاس يفكر وصاير فيه ضغط بالضبط بالضبط ما يشتري ما يشتري هذا انا اقول لك هذا الكاسب اليومي هل الله قاسمه يشتغل يجي يسوق بهم اما الزنقين لا الفقير الله لا خير نحمد الله وشكره يقول الله بكي فرج عن العالم عن الدنيا عن هذه ويا ريت والله احنا نتامل من المؤجرين شويه يدير بالهم على العالم لان الناس قاعده تظل ماكو كارثه والله كارثه يعني ابو الملك دينار واحد بينزل من الايجار تقول له يابا هالشكل يقول لك ما يعجبك اطلع زين اي مو وضعيه هاي شو تسوي؟ نسال الله الرحمه بس ثلاثه خل صار تدلل وكيلو قرنابيط صار تدلل تمر امر فلوس اي يا عزيز من هاي قرنابيط يردون تدلل يا طيب دلال كنت خجي يا
صور بس كون وراها خبز مكانها. Thank you.